السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟ كل قلوبنا بنشكر حضر صاحب النيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أرميا والإخوة المحبين على محبتهم وعلى وجودهم وسطينا، بيدونا بركة كتيرة وبيفرحوا قلوب الناس، والناس بتفرح جدا بالبركة اللي بيدوها لأن احنا محتاجينها. ربنا عوضهم كل خير وبارك فيهم وتعيشوا وتجونا وتعيشوا وتخدمنا، وربنا يطول عمر سيدنا الأنبا أرميا وكله ده بركة صاحب القداسة والغبطة سيدنا الأنبا تواضروس. ربنا يبارك فيهم يروع الكنيسة حسب مشيئة ربنا. طبعا كل الشكر لخدمة أتحباني على خدمتهم العظيمة اللي دايما بيقدموها باستمرار لأولادهم في كل مكان. ربنا يبارك في هذه الخدمة ويجعلها دايما في إثمار مستمر. بنشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا، بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا استفانوس، بنشكر كل من له تعب في هذه الخدمة العظيمة. ربنا يعوض تعب محبتهم ويبارك في كل إنسان له تعب في هذه الخدمة. نشكر خدمة أتحباني وقناة ميسات وعلى رأسهم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا على تعبهم وخدمتهم اللي بتوصل للناس كتير واللي بتساهم بشكل كبير في رفع المعاناة وتخفيف الأعباء في ظل ظروف الغلاء اللي حصلة في هذا الوقت الحاضر. نصلي إن ربنا يتمجد ويرفع الغلاء عن شعبه. بنشكركم جميعا، بنشكر كل العاملين وكل اللي بيتعبوا علشاننا. قد ايه بتبقى الفرحه كبيره لما بتوصل البركه للناس وبتستلم، بيفرحوا جدا وحاجه جميله بتفرحوا قلوب ناس كتير واسر كتير محتاجه. ربنا يعوضكم، ودايما كده نشكر ربنا على خيره وغناه اللي بيبعته دايما، ونصلي من اجل بلادنا مصر ان ربنا يزيد الخير ويعدل ظروف الاقتصاد. نصلي من اجل رئيس الجمهوريه وكل الاحباء، ونشكركم جميعا وكتر خيركم وربنا عوضكم، ونتمنى نشوفكم تاني. ونشكر كل العاملين في قناه ميسات وخدمه أتحباني اللي بتجول في مدن وقرى وبلاد كتير وعشوائيات، بتوصل لكل نفس محتاجه، بتوصل لكل قلب، بتفرح كل قلب، بتوصل لكل انسان تعبان. فبنشكرهم، ربنا عوضهم وربنا يبعت. ودايما كده نشكر كل الناس اللي بيتبرعوا وبيشاركوا بعطاياهم لخدمة أتحباني ولخدمة إخوة الرب.
بصلوات صاحب القداسة والغبطة الأنبا طاووس الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية أبوينا الأسقفين المكرمين أنبا أرميا وأنبا استفانوس. بنشكر قناة ميسات وخدمة أتحبني على المجهود الرائع والمبذول واللي دايما بنشوفه في كل عيد. هذه الخدمة خدمة لها ثمر كبير، ويكفي ان هي بتفرح قلب المسيح وبتفرح قلب إخوة الرب إخوات المسيح. واحنا بنطلب من رب المجد يسوع المسيح ان تكون هذه الخدمة ممتدة في كل انحاء الأبروشيات وإلى أقصى المسكونة. بنقدم الشكر لصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا على خدمته المتميزة أتحبني، وفي الحقيقة هي خدمة مميزة وصلت إلى كل أقطار القاهرة وفي كل النواحي مصر بأكملها، وربنا يدينا دايما مزيد من هذه الخدمة حتى تتسع إلى العالم كله. ربنا يكمل هذا العمل المبارك ويجعله دايما خدمة مثمرة وخدمة دايما عطاء ومجيدة لتخدم أولاده في كل ربوع الجمهورية. ربنا يعوضكم خير وبركة، ولإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين. بنشكر باسم سيدنا أنبا استفانوس وباسم القرية، نشكر خدمة أتحبني على المجهود الكبير اللي بيقدموه بالذات المناطق النائية اللي بعيدة اللي في الصحراء، ونشكرهم على محبتهم الكبيرة، وربنا يعوضهم المجد لا دائما آمين. بنشكر كتير محبة كل العاملين في خدمة حباني وعلى رأسهم نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا على محبتهم ورعايتهم لينا في مناسبات كتيرة. بيبعتولنا حاجات كتير لأخوة الرب في مناسبات الأعياد، في مناسبة المدارس بيبعتولنا حاجات مدارسية خاصة بالطلبة، وبيهتم أيضا بالناس المعوقين بيبعتولنا كراسي المعوقين وأيضا سراير للناس اللي هم المعدمين اللي ما عندهمش مكان يناموا فيه. بيهتموا بنا في كافة المناسبات. نشكرهم على محبتهم وتعبهم وسفرهم. ربنا يعوض الجميع خير ويديم رئاسة سيدنا قداسة البابا الأنبا طاووس علينا جميعا. كل سنة وانتم طيبين. نشكر أسرة أتحبني أنها شرفتنا النهاردة، وزعت مواد تموينية على كل أسر إخوة الرب، وده المعتاد اللي احنا متعودين عليه في كل مناسبة وفي كل ظرف. كالمعتاد أسرة أتحبني بتبقى معانا في أعياد الميلاد والقيامة والعذراء وفي بداية دخول المدارس. كل دي حاجات حلوة بتفرح الشعب وتفرح أسر إخوة الرب أحباء يسوع. سعداء بحضورهم معنا النهاردة. هم كمان معنا في الأبروشية، يعني بلد بلد وقرية قرية، بيهتموا بالفئات المحتاجة للأمور زي كده وسط غلاء الأسعار. فرحانين بوجودهم معنا. بنشكر طبعا صاحب النيافة الأنبا أرميا، وبنشكر طبعا محبة وصلوات صاحب النيافة الأنبا استفانوس
على رعايتهم لينا وعلى الفرص الحلوة دي اللي بتبقى ايد مساعدة للكنيسة. باسم صاحب النيافة سيدنا الأنبا استفانوس بنشكر قداسة الباب أنبا تدروس الثاني وشركة في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا أرمية على دايما متابعته في خدمة أتحبني في هدايا واحتياجات العيد وخاصة عيد القيامة المجيد، أن هذه الخدمة بكل أمانة دايما واعتادت أن هي تفرحنا كل عيد على تقديمهم لهذه الهدايا التي فعلا بتيجي في الوقت المناسب للأسر المحتاجة، وربنا عوضهم ويبارك في الخدمة وينمي الخدمة وطورها من جيل إلى جيل، وله المجد الدائم أبديا أمين. نشكر خدمة أتحبني على الكراتين اللي جابتها لنا لإخوة الرب لقرية الطحة وقرية الشريف، بنشكرهم كتير وربنا عوض تعب محبتهم وربنا عوض تعب محبة الجميع القائمين على الخدمة دي الممثلة في قداسة البابا الأنبا تدروس الثاني وشركاء في الخدمة الرسولية بين الأسقف المنكرم الأنبا إرمية القائم على المسؤول عن خدمة أتحبني، وبين الأسقف المحبوب الأنبا استفانوس أسقف بيبا والفاشن وسموستا، ربنا يعوض تعب محبتهم وربنا كده ينمي الخدمة دي إن هي فعلا بتساعد كرة كتير وناس إخوة رب محتاجة الحاجة دي، ربنا يعوض تعب محبتهم لو كل المجد من الآن وللأبد أمين. كل سنة طيبين. احنا بنشكر خدمة أتحبني، بنشكر قداسة البابا سيدنا أنبا أرمية سيدنا أنبا استفانوس، خدمة رائعة جدا وبصراحة بتفيد عدد كبير جدا من أخوة رب وبتسد معنا في الخدمة، وكل سنة طيبين وتعيشوا وتقدموا، ربنا يبارك عطاياكم. كل إنسان عنده نية العطاء، وثق تماما لما يكون عندك نية العطاء وعايز تقدم فعلا ربنا هيعطيك الإمكانية. وخد من ايد ربنا وقدم، احنا مش بنقدم من جبنا، مش بنقدم من فلوسنا، مش بنقدم من مالنا، احنا بنقدم من الحاجة اللي اديها لنا رب المجد يسوع. قداسة البابا شنودة ربنا ينحى نفسه يدي طولة العمر بابا تودروس كان يقول لما يكون عند الانسان النية ربنا يديله الامكانية، إن وجدت النية ربنا يعطي الإمكانية. مهم جدا الإنسان يعمل اللي عليه ويسيب الباقي على ربنا. السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا، أتحبون؟